تحية طيبة أعزائي، المغفلة قصة قصيرة للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيخوف. منذ أيام دعوت إلى غرفة مكتبي مربية أولادي يوليا فاسيلفينا لكي أدفع لها حسابها. قلت لها: اجلسي يا يوليا، هيا نتحاسب، أنت في الغالب بحاجة إلى النقود، ولكنك خجولة إلى درجة أنك لن تطلبينها بنفسك. حسنا، لقد اتفقنا على أن أدفع لك 30 روبلا في الشهر. قالت: 40. قلت: كلا، 30، هذا مسجل عندي، كنت دائما أدفع للمربيات 30 روبلا. حسنا، لقد عملت لدينا شهرين. قالت: 2 شهر و5 أيام. قلت: 2 شهر بالضبط، هكذا مسجل عندي، إذن أنت تستحقين 60 روبلا، لكن نخصم منها 9 أيام آحاد. فأنت لم تعلمي كوليا في أيام الآحاد، بل كنت تتنزهين معه فقط، ثم 3 أيام عيد. هنا تدرج وجه يوليا فاسيلفينا وعبثت أصابعها بأهداب الفستان، ولكن لم تنبس بكلمة. واصلت قائلا: نخصم 3 أعياد، إذن المجموع 12 روبلا. وكان كوليا مريضا 4 أيام ولم يكن يدرس، كنت تدرسين لفاريا فقط، وأيضا 3 أيام كانت أسنانك تؤلمك، فسمحت لك زوجتي بعدم التدريس بعد الغداء، إذن 12 زائد 7 19، نخصم الباقي سيكون 41 روبلا. مضبوط؟ احمرت عين يوليا اليسرى وامتلأت بالدمع وارتعش ذقنها وسعلت بعصبية وتمخطت، ولكن لم تنبس بكلمة. تابعت قائلا: قبيل رأس السنة كسرت فنجانا وطبقا، نخصم 2 روبلا. الفنجان أغلى من ذلك، فهو موروث، ولكن فليسامحك الله، علينا العوض. وبسبب تقصيرك تسلق كوليا الشجرة ومزق سترته، نخصم 10. وبسبب تقصيرك أيضا سرقت الخادمة من فاريا حذاء. ومن واجبك أن ترعي كل شيء، فأنت تتقاضين مرتبا، وهكذا نخصم أيضا 5. وفي 10 يناير أخذت مني 10 روبلات. همست يوليا: لم أخذ. قلت: ولكن ذلك مسجل عندي. قالت: حسنا فليكن. ثم واصلت قائلا: إذن من 41 نخصم 27، الباقي 14. امتلأت عيناها الاثنتان بالدموع وظهرت حبات العرق على أنفها الطويل الجميل. يا للفتاة المسكينة. وقالت بصوت متهدج: أخذت مرة واحدة، أخذت من حرمكم 3 روبلات، لم أخذ غيرها. قلت: حقا؟ انظري، وأنا لم أسجل ذلك. نخصم من 14 3، الباقي 11. ها هي نقودك يا عزيزتي، 3 3 3 1 1، تفضلي. ومددت لها 11 روبلا، فتناولتها ووضعتها في جيبها بأصابع مرتعشة وهمست شكرا. انتفضت واقفا وأخذت أروح وأجيء في الغرفة، واستولى علي الغضب. سألتها: شكرا على ماذا؟ قالت: على النقود. قلت: يا للشيطان، ولكني نهبتك، سلبتك، لقد سرقت منك، فعلام تقولين شكرا؟ قالت: في أماكن أخرى لم يعطوني شيئا. قلت: لم يعطوك؟ أليس هذا غريبا؟ لقد مزحت معك، لقنتك درسا قاسيا، سأعطيك نقودك، 80 روبلا كلها، ها هي في المظروف، جهزتها لك، ولكن هل يمكن أن تكوني عاجزة إلى هذه الدرجة؟ لماذا لا تحتجين؟ لماذا تسكتين؟ هل يمكن في هذه الدنيا ألا تكوني حادد الأنياب؟ هل يمكن أن تكوني مغفلة إلى هذه الدرجة؟ ابتسمت بعجز فقرأت على وجهها: يمكن. سألتها الصفحة عن هذا الدرس القاسي وسلمتها بدهشتها البالغة 80 روبلا كلها، فشكرتني بخجل وخرجت. تطلعت في إثرها وفكرت: ما أبشع أن تكون ضعيفا في هذه الدنيا. القصة القصيرة المغفلة للكاتب أنطون تشيخوف. للمزيد تابع القناة، وشكرا لطيب المتابعة، والسلام.